هذا السنة أغلى من عام الأول. في رأيك شنو السبب؟ السبب أنا أقول علفة. علفة غالية. هذا السبب. كم سعي واجد يعني سعي واجد الحمد لله يعني. لكن العلفة غالية صراحة. كم متوسط أسعارك شفت يعني؟ والله متوسط ريت من حولي يعني ثلوثي اللي هو ثلوثي من 1600 1500 14 الحولي اللي هو 12 شهر وما فوق هذا من 25 واطلع على الاسعار اللي هن تو بدين في السوق. على السنه اللي فاتت السنه هذه متفاوته شويه يعني ما يعني صح ان معنا راهو فيه المصارف فيه فلوس والحمد لله وفيه سيوله وفيه منح وفيه لكن الاسعار ارتفعت مع توزيع الفلوس اللي في المصارف. لكن على السنه اللي فاتت ارخى شويه يعني تو عندنا هنا الاسعار يبدا كيف ما تقول من 1300 1400 وعدين عند 2025 و2000 ماشي يعني ويعني رد الريح يعني بالله عليك حولي 1700 جنيه ولا 1000 وانت اعطيته 1500 جنيه في المصرف هو مرتب 1500 جنيه يعني شنو اللي يقدر عليها يعني يحول وراه مدارس مازال بعد العيد ان شاء الله مدارس وكيف المواضيع هذينا. لكن لما تجي تباهت تلوم التاجر راهو حتى هو راهو الراعي راهو مكلف على ما فيش دعم من الحكومات للراعي للعلفة حتى هو والله راهو لما تباهت الراعي قريب 3-4 آلاف جنيه راهو مرتبة وقمح وشعير ويعني نقول ان شاء الله السنة هذه الناس كلها تعيد ونقول ان شاء الله كل سنه وربي يلم الشمل ان شاء الله وربي يلم الشمل وان شاء الله العيد الاخر يقعد رخاء ان شاء الله باذن الله. طبعا الغلاء السنه طبعا واضح جدا وفرق كبير بين السنه هذه والسنوات الماضيه. طبعا راجع لعده اسباب. اول شيء طبعا احنا الناس المواله اللي هم يربوا في السعي قليل منهم من يمسك في سعي العيد يبيعوا فيه هم يسموه فيه جماعه الركانه اليوم الناس تاخذ في الحولي من عمره 4-5 شهور يركنوا فيه ويبيعوا فيه على العيد. طبعا هو على مرحلتين المولد بروحه والانسان اللي يشري ويبيع بعدين هذا بروحه. الركانه زمان كان ياخذوا في الحولي 500 دينار عمره 4 شهور السنه اشتراه 900 جنيه و1000 جنيه يعني ضعف سعر السنوات اللي فاتت. العلفه كانت 120 130 140 قنطار السنه اللي فاتت علفه طقت عند 180 و185 و200 دينار. فالفرق في غلاء سعر شراء الحولي اللي هو 4 شهور 5 شهور وسعر غلاء الاعلاف طبعا هذا السبب الكبير السببين الكبار يعني في غلاء الاضحيه هذه السنه. وان شاء الله رب يكون في عون المواطن الحق يعني غلاء يعني حاجه تعدل حتى معدل متوسط الدخل الفرد الشعب الليبي وان شاء الله رب يتقبل من اللي عنده عيد واللي ما عندهش عيد عين النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله رب يتقبل من الجميع. انتم كمربيين شو تطالبوا من الدوله الدعم حتى كيف اسعار الدنيا شو تبوا؟ طبيعي طبعا هو الدعم الدوله المتمثل في اكبر شيء هو الاعلاف. إذا كان الأعلاف دعمتها للدولة بطريقة منظمة، تو في بعض من الناس يقولوا اليوم في أعلاف جت مدعومة، الأعلاف جت لها تو شهر جت للموالة هذه حاجزينها في 2017 2018 حاجزينها وجردينها وطلعت لجان للناس اللي عندها أغنام. لكن شوف نحن اليوم في 23 كذا مضى لها فوق من 5-6 سنوات حاسبين القنطار على 106 دينار لو يستمر بالآلية هذه باستمرار للموال ما عادش تلقى غلاء الأسعار بالطريقة هذه هي. ايوه شكرا. العفو العام طيب. متوسط اسعار يبدا من كم لكم؟ يعني والله متوسط من 1400 لعند 2500 و3000 طبعا والاسعار هذينا اسعار طبعا خاطبه بدرجه ناس معينه وطبقه معينه حتى من الاغنام يعني في عند عمر معين وعند حجم معين ووزن معين يعني. اما المتوسط الاضحيه السنه يبدا من 1500 لعند 2500.
والله الا الضاحية الاسعار غالية والله. المواطن ربي يكون في عونه مع الامارات امكانياتها ضعيفة ما يقدرش عرفت. واسعار يعني خيالية بكل يعني. مشيت انا الاسواق شفت انا سوق الجوار شفت هنا اسعار يعني خيالية بكل يعني. شو الفرق بينه وبين العام الماضي؟ والله يا العام الماضي كويس يعني نوعا ما، لكن السنة وين؟ والله العظيم يعني فيه اضاحي ما يسوون الساعة تلقاها 2500 لعند 2800 يعني هذا صراحة شيء حرام يعني يتهيألي حتى. شكرا. أسعار فين شوية زيادة عن السنة اللي فاتت حتى بالنسبة للخارجي يعني أسعارها تفاوت عن 1200 و 1400 حولي من 7 شهور وعدي تلقاها ب 1500 هذا السنة اللي فاتت كاين ب 1000 جنيه 900 جنيه ما معاش عرفنا تلوم على التجار. التجار يشكو إنما العلفة والعلفة غالية والدعم ما فيش دعم والناس جي وتفرج يعني كلها حاطة الأمل إنه ممكن بكرة بعد بكرة إن شاء الله ينزل السعي إن شاء الله وكلها تعيد ان شاء الله مفيش حد يقعد بلادي. شكرا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اسعار السنه هذه بصراحه بالنسبه لنا كموال او تجار المواشي كان الاسعار في زياده الاعلاف وعدم الدعم الدوله الليبيه للتجار المواشي لكي يكون الاسعار مناسبه للجميع، وهناك عدة أسباب أخرى يعني من ضمنها العلاج اللي هو كنا نحن ممكن نأخذ في شيشة العلاج اللي تداوي في 50 شاه ب 15 دينار أصبحت 65 و 70 دينار، وشركات متعددة دخلت في السوق من الصيني التركي الأردني، فكل تمت كل شركة بتسعيرة مختلفة عن الشركة الأخرى. هذا جانب. الجانب الثاني اللي هو غلاء اللي هو الراعي. الراعي فيه يوصل عندي 1000 و 1500 و 2000 دينار بالإضافة إلى الإقامة عليك أنت والموكالة والإقامة اللي هو موجود فيها حتكون عليك أنت، بالإضافة إنك أنت لما تبي ترحل سعي وتعرف إن السنة هذه يا ربي ما رزقناش بأمطار خير باش إن الأرض يعني تكون مشبعة بالأحشاب لكي نقوم برعي الأغنام لكي تخفف علينا من العلفة. العلفة لنا أصبحت بالنسبة لنا نحن موضوعها معش باين حز من ناحية الدولة الليبية، فنتمنى من الدولة إن هي تستمر بالدعم الأعلاف كيف ما دعمتنا من شهر فات. الشهر اللي فات اعطتني قنطار العلبة ب 110 دينار وفي السوق ب 140 دينار قبل الكلام هذا نحن كتجار ناخذ في الاغنام من بعد عيد الاضحى اللي هو تو نحن قاعدين فيه يطلع العيد بنشتري اضحيه من جديد.